إذا وجد فاصل، طريق فاصل عرفا، سواء كان من طريق أو من نهر أو نحو ذلك، فإنه لا يعتبر هذا اقتداء، فلا بد أن يتقدموا، إلا إن ازدحم المكان أو لم يوجد مكان للصلاة، فهنا لا إشكال في صلاتهم في الخلف. فالمعول عليه والضابط هو اتصال الصفوف. لما قلنا باتصال الصفوف؟ لأنهم في مثل هذه الحال يكونون في حكم من يصلي مع المسلمين الذين هم في المسجد، وتنطبق عليهم القاعدة الشرعية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وإلا لو قيل بهذا مجرد أنه يقتدى به من هو خارج المسجد ولو كان بعيدا مع وجود مكان في المسجد، فيحق للنساء بل ويحق للرجال على هذا القول أن يصلوا مع الحرمين إذا صلوا صلاة مباشرة عبر التلفاز. لما؟ لأن الشروط التي ذكرت، وهي رؤية الإمام ورؤية المأمومين وسماع التكبير، كل هذا موجود، وهذا قول لا يصح.